بالله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أبناء أعزائي طلبة الصف الثالث الثانوي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم على هذه الحلقات المذيعة النهائية اللغة الإنجليزية، وأنا ألتقي من اليوم حتى نراجع مع بعض أو معا الاختبار رقم 5 الشامل كتاب وكالات جيم امتحانات خاصة الامتحانات. فضلا ليس أمرا غير الاشتراك في القناة وزر الجرس وضع على زر الكل حتى تصلوا من كل جديد، واملك في الفيديو حتى يصل بأكبر عدد ممكن من الطلبة في نوازيج الحط لدى أدعو الله عز وجل من فضلكم ولهم إن شاء الله في القادمة. نطلب من نهاية دعوات لهم جميعا للنجاح والتوفيق. نمبر 1، This family has lived in the same house. سيكون نفس المنزل. For 4، الأربعة، as part of town heritage. جزء من إيه؟ تراث مدينة. As part of town heritage. تمام. يبقى 4 إيه؟ هتصبح ده متأربع إيه؟ طبعا أربع أجيال أكيد طبعا. فين أجيال هنا؟ طبعا رقم إيه؟ generations. أجيال. تمام؟ حتى في translation هاي اسمها rising generation. ده الجيل الصاعد. rising R-I-S-I-N-G 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 rising generations. الأجيال الصاعدة الصاعد. نفس الوحدة مع الجيل طبعا. ما has lived in this in the same house for 4 generations. ده مدة أربع أجيال. دي جزء من تراث العيلة بيحافظوا عليه. طبعا مش تيمز وشقق ولا رينز عهد أو حكم ولا بيريز فترات، لا هم أربع أجيال في البيت أربع أجيال. نمبر 2، I went to the meeting armed with سبت الإمام مسلحا به. armed with دي مسلح به. تمام armed with في armament التسليح. armament بتكتب ARMAMENT تسليح. I went to the meeting armed with مسلح به. facts حقائق and figures والأرقام about the progress sales تقدم مبيعات in the company في الشركة. بالآخر ده مسلح به ترى. يلا ولاد كده معايا. طبعا هي relevant facts حقائق تمام والأرقام ليها علاقة بالتقدم أو بزيادة المبيعات in the company relevant to لو هتاعت حفظها طب حفظ جلت relevant to لها علاقة بيه relevant لها علاقة بيه برضه تمام. طب equivalent يساوي equivalent رقم ايه يساوي برضه equivalent to يساوي ليه devastating توزيع imaginary خيالي طبعا عايز relevant facts and figures أرقام الحقائق لها علاقة بزيادة المبيعات في الشركة. Number 3A is a group of people. مجموعة الناس are walking, ماشيين, riding أو راكبين, or driving أو سايين اللاين خط واحد as part of a public event. جزء من إيه؟ حدث شعبي. طبعا ده اسمه إيه؟ Walking, riding, or driving in a line. وده بيقول ده procession. Procession أو الموكب. بوستيشن يعني موكب. طب مش شو مش عرض. تمام. ولا هو فينر الجنازة. ولا كونفرنس. ولا مؤتمر. ده a public event. يبقى ده بوستيشن موكب. شو ده عرض في المسرح في السينما. أو في التلفزيون. ولا دي جنازة. طب مش public event طبعا. هذا خاص. طب الكونفرنس ده مؤتمر. مش هاد walking, riding, or driving. In a line, when there is a procession, smoking. Number 6 or 4, as if computers and the internet are the most important technologies, أهم التقنيات أو التكنولوجيا that تسيطر على تؤثر على آسف تؤثر على all of life. على كل إيه بقى ترى؟ The terms, the prospects, the respects, the aspects. طبعا كل ايه aspects of life بس انا ولد and fields of life وكل مجالات الحياة. تمام مش سبيس مش اهتمامات اهتمامات
ولا prospects طبعا، لا احتمالات، وترمز الى شروط، robust influence all aspects of life. The most important knowledges influence all aspects of life. Number five, the people near the battlefield. الناس هنا أرض المعركة، battlefield، أرض المعركة. Were warned, was zero. To expect, ما توقعوا. Heavy and air attack، هجوم جوي شديد. And therefore, لذلك many. من هيك فيه هجوم جوي شديد. Heavy air attack ده، هجوم جوي شديد فيه طبعا كاجوالتس، ضحايا كتير، تمام، ضحايا كتير في الاير او في الاير اتاك، في ماني كاجوالتس، مش احداث، مش ايفنتس، يا احداث طبعا، ولا في استعياد، ولا بيت انتصارات، لا هجوم جو شديد او مكثف في كاجوالتس. نمبر 6 تقول مع بعض، The Egyptian National Football Team، فريق قوم كرة القدم المصري، المصري قوم كرة القدم، was able to win for the World Cup، كأس العالم in 2018، يبقى was able to win ترى نيز وتريومف وكواليفاي وكواليفاي، عرفناها طبعا سهلة، كواليفاي يتأهل for the World Cup in 2018، كواليفاي for the World Cup، تمام؟ And he qualifies as a doctor, a teacher, an engineer, بل وظيفة. Qualifies. Qualify in Mr. Qualify. Qualify in برد. تأهل فيه. تخصص بتاعه. Qualify in medicine. Qualify in engineering. In teaching. إلى آخره. طبعا. He qualification مؤهل. مظبوط. qualified الشيء اللي حابب تأهلك تبقى كذا. طب purified ينقي، purified 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 الفعل ينقي، تريمف الانتصار، ينيز يبعث أو يرسل في الجو أو يطلق، نعم qualified for the World Cup in 2018. number 7 early in the 11th century بداية القرن الحادي عشر، England was conquered، تم غزوها by the Vikings. The verb conquer, the verb is the verb conquer, is opposite of axe, return surrender, fight, leave, prospect. So axe to surrender, is تسلم. تمام؟ conquer axe to surrender. Type number 8, most of the population in Egypt was African Muslim is next to the river Nile, بالقرب من نهر النيل، which is limited area، منطقة محدودة of the country total area، بالمساحة كلها البلد. يبقى المعظم ده of the population Egypt ملهم near the river Nile، طبعا هذه concentrated، كل متركز هناك جنب النيل عشان يروح يقصد جنب المية، concentrated، عارفين concentrated ولا وقتها تخفيتها وتخفي جون concentrated on concentration ده تركيز لازم نعمل منها، تمام؟ بعد كده contact طبعا دي يتصل بيه contact، تمام؟ collected يتجمع، يجمع طوابع، يجمع نقود إلى آخره، a collection مجموعة short story قصص قصيرة، tied يربط طبعا هم concentrated متركزين جنب نهر النيل، جنب وادي النيل، جنب المية، يبقى concentrated. number 9 I cannot remember the reason أيوة، for the reason again، طبعاً for the reason، جنبها يا for يا why، for لو هنا حتى في جرند، أو now، فعل عن جواز، طب في why، في جملة، فعل وفعل، you wanted us to leave، كده، the reason أنا بحافظة، the reason for is why، طيب the reason هي reason why، the reason why جملة، the reason for now now جرند، the reason with someone، reason with someone يتجادل مع شخص، reason with someone يتجادل مع شخص، يعني argue with، بدأ هنا في جملة reason، بدأ space في جملة he wanted فعل وفعل أولاً، بدأ reason why، تمام؟ أولاً reason for leaving، تمام؟
The reason why he wanted us to leave. Number 10, we were that we believed what he had told us about magic. لأننا صدقنا ما قاله لنا عن السحر. يبقى هو إيه طبعاً في ذات. في such أو so. So أو such. فمفيش تو. تمام؟ ولا enough. تمام؟ يبقى so stupid that. وصاش stupid طبعاً صاش اسم الشغالة. ليه؟ صاش اسم المفروض إنه في نون. Such يعني صفة اسم مفرد. إنه مفيش اسم مفرد. Somebody was so stupid that he believed what he had said about magic. He was so stupid that he was stupid enough to believe. So enough to believe. فلما كده that من في مثبتة يبقى enough. من في يبقى to. طبعا صفة enough to مصدر to صفة to مصدر. فلما كده. Number 11. She always enjoys استمتع at all her friends' parties. عند كل أصدقائها تمتع بيها ترى إنها تشوف وأن تتشاف أو أن تتشاف. طب الجون ده جنبه إيه؟ جنبه جيراند. وبعدين جيراند في الباسف. طب جيراند في الباسف يعني إيه؟ يعني being وتصريف التالت. يبقى she enjoys or she always enjoys being seen أن ترى. تمام كده؟ تبدأ نشوفها يعني. تمام. Number 12. Yesterday I ran and all the friends of the قديم ليا ومين and the supermarket في سورك قابلته بالصدفة. بلن يا ترى بلن انتو يقابل someone مصادفة. بلن انتو يقابل بالصدفة. لا بلن after يعني يا مستر يطارد. The police ran after the thief and arrested him. طردوه وقبضوا عليه. طب مرن اوت ينفذ. مرن اوت اوف شوجر خلص من عندنا السكر. تمام تمام. ران اوفر يدوس بالسياره. ذا كار ران اوفر ذا اولد مان نسيته. تمام بقى ران انتو قبل مصادفه. ران افتر يطارد. ران اوت ينفذ. اوفر يدوس. نمبر 13 طبعا ده مهم جدا عشان تفريز الفيرب. الناس في الزمن مهم جدا في المنهج طبعا. Then after يطارد. Then into مقابل مصادفة. Then out ينفذ من عنده الشيء أو خلص الشيء. Then over يدوس بالسيارة. Number 12. The teacher had the students the answers on the whiteboard. السبورة البيضاء. الإجابات. يبقى عندي هذه had the students يعني had وعاقل. لكن had وعاقل قلنا كذا مرة. هذا عاقل مصدر صح؟ يبقى doesn't say طبعا right. تمام. طب جيت عاقل. جيت عاقل تو مصدر. تمام. هذا عاقل مصدر. جيت عاقل تو مصدر. تمام. يعني لو got the students but right. He had the students but right. لما قلنا had أو have عاقل مصدر. get عاقل ومصدر. و have get غير عاقل يبقى تصريف تاني عشان يبقى positive. تمام قلنا هي المجاري برد يعني مكانك في برد for me. تمام هي ضمن خلال أني حد عمله لي. تمام it was exhausted. number 14 مجهد at the end of the exam. خلي امتحانك مجهد جدا. was exhausted. I about 12 pages. حوالي 12 صفحة. تمام. طبعا حالي have written لي since was exhausted the past. فمش have. حالي had been writing. حالي writing. ده برضو بس simple. حالي had written. صح كده. يبقى أنا قلت كده عند الامتحان. I about 12 pages. كتبت حوالي 12 صفحة. كتبتهم. I had been written. حدث للأسف. طب ليه مش مدة مستمرة؟ ما قاليش المدة اللي كانت فيها التشغيل بقى دي. لو قالي for 2 hours مثلا for 3 hours أعمل مدة مستمرة. ما قاليش مدة بس. طبعا مدة تم هاد التصرف تالت.
مستمر هادين اي ان جي، الاثنين الباص بتاعهم هاد بين الخصر الثاني. نمبر 6 15 sentence correctly structured، المرة بتاعها مظبوط. الجملة الدول يا ترى نمبر 16، شوف كده مع بعض. يلا ودي تحط طلع معايا. Where is he? I have been waiting for him since 3 o'clock. But where is he? I'm waiting since not fact. ضل مستمر since not fact طبعا. غلط. Where is he? I was waiting since. ضل مستمر since not fact. Where is he? I had been waiting since. ماضي تام مستمر تنفع. Where واحدة تنفع رقم واحد. Where is he? I have been waiting for him for since 2 o'clock. منتظر من الساعة 3. يبقى since معاها ضل تام أو ضل تام مستمر. تمام؟ ده من ساعة أنا دلوقتي يبقى ده مستمر. يبقى I've been waiting. حتى في أفعال يا ولد معناها كده بتبقى معنى الاستمرار. زي working مثلا. I've been working. They do have been doing, they have been playing إلى آخره. برضه waiting ده بينتظر بقى فترة طويلة. يبقى they have been waiting مع sense. تمام؟ Number 17. She asked me when I had finished my training course. إمتى خلصت كورس التدريب بتاعي؟ The question is السؤال اللي سألته بالظبط زي ما قالته كان إيه؟ When have you finished your training course؟ أيوه هو ده بصوا. When have you finished your training course? باش أسأل مي طبعا وين زي ما هي صح كده هعكس يو هاب وخليه وخليها اي وخليها هاد finished وخليها ماي training course وراح نستوب طبعا نعم كده هي دي أصح واحد المهم نكمل يعني number 17 which can replace the brackets in this sentence برضو ما قال لك واسع في الجملة دي يعني اللي هي بتقول my day or my day also labor day from workers day عيد العمال celebrated on May 1st تفلوا بيه الأول من ماي دول بقى دول متر خمس وهنهم ايه ترى يلا أولاد طبعا كومز والداشز والكولنز يلا بوث اند بي طبعا هي بوث اي اند بي نمبر 18 which of the following is correctly punctuated شو انت صح يعني واحد من دول يلا شباب يا ترى هي not really nice talking حتى القوس ما ينفعش القوس not really like nice looking طبعا دي كابتن فاش وسط جملة كابتن مفيش داش هنا it's not really nice looking and دي طب التعب وان ما ينفعش it's not really nice looking and yet he is admired by all يبقى دي هي رقم دي تمام number 19 a message to a friend رسالة صديق on a social networking site على النت يعني is a kind of نوع من ايه يا ترى formal email informal email ولا expository essay ولا persuasive essay طبعا ده informal email على النت طول صعبة يبقى ده غير رسمي تمام number 20 when you show others وزر الآخرين that you don't quit انت مش هتغير ده مش هتسيبهم يعني can become a great leader وتصبح قائد عظيم which essay doesn't fit المقالة من دول لا تناسب the previous sentence الجملة اللي احنا قلناها دي تمام يعني جملة من دول يلا شباب يا ترى an essay about the importance of never giving up amid عدم الاستسلام an essay about traveling abroad السفر للخارج ولا نسي about what's a good leader صفات القائد الحسن أو الجيد نسي about the importance of having strong determination أهمية تكون عندك تصميم وعزيمة قوية ترى أني واحدة في دول when you show others that you don't quit أنت مش هتسيبهم you can become a great leader تصبح قائد عظيم
ثاني جملة طبعا دي هتبقى رقم ايه؟ The most never giving up. Never at number 37 translation. طيب بتقول التلفزيون with its various programs at التلفزيون ببرامج متنوعة هذا ريتم لونس له تأثير عظيم أو كبير on the minds of people على عقول الناس everywhere في كل مكان يا ترى الله يرحمه طبعا سهلة جدا مش محتاجة أي حاجة ليس التلفزيون برامجه ليس مش ليس فهو له هذه الانفلونس بسبب التلفزيون برامجه المتعددة ما فيش طبعا الكلام ده كله التلفزيون برامجه المتعددة تأثير كبير التلفزيون برامجه المتعددة تأثير كبير على عقول الناس في كل مكان أيوة ده الصح مش لدي الرقم دي مش لدي عظيم أيوة ده الصح رقم فيها الصح التلفزيون بين برامجه المتعددة المختلفة تأثير كبير على عقول الناس في كل مكان. Number 38. The government is carrying out new projects. نفذ الحكومة عدد من المشروعات in upper Egypt في الوجه القبلي وسعيد مصر. هذا يؤدي this leads to يؤدي إلى providing job opportunities توفير فرص العمل وزيادة الزيادة من المناطقين هناك. تمام؟ شوف كده الحل بتاعها هيكون إيه؟ 38 يلا شباب. أنا قلتها أول. سهلة جدا ما فيهاش أي حاجة. يا ترى تنفذ الحكومة الكثير من المشروعات في صعيد مصر بسبب قلة فرص العمل في طبقة الخلفة دي تنفذ الحكومة الكثير من المشروعات كل ما الأنحاء كل الأنحاء طبعا تنفذ الحكومة الكثير من المشروعات في صعيد مصر لكن لن يؤدي ذلك توفير فرص العمل للمواطنين هناك مش لن مش لن تنفذ الحكومة الكثير من المشروعات في صعيد مصر ما يؤدي توفير فرص العمل للمواطنين هناك وادي الصح رقم دي تمام رقم دي تمام دي 38 رقم دي رقم 39 شوف كده مع بعض قول ايه يلا تعمل الحكومة انشاء العديد من المراكز الشباب تمكنهم من قضاء اوقات فراغهم بطريقة مفيدة يبقى the government seeks or does its best to set up or establish many youth centers to enable them to spend their spare times usefully. تمام؟ كده الحل بتاعي ترى the government is working on establishing many youth centers to enable them to spend ده سبير تايم يوسفلي ادي مظبوطه دي جدا ده رقم اي تمام نمبر 40 يجب على المدرسين الالمام معرفه استخدام التكنولوجيا الحديثه تتبعض جزءا هاما من الحياه اليوميه teachers should be aware of تمام knowledge how to use modern technology which became an important part of our daily life. مثلا أني واحدة نحن كنا سوا لنا شباب and teachers may be aware of using modern technologies which has become part of our daily life. طبعا teachers must be aware of using modern technology which has become part of our daily life. هذه الصح رقم بي وصلنا لكم لاهي تمام عن رقم بي تمام كده كده خلص الامتحان رقم خمسة في الامتحان رقم ستة ان شاء الله برضه كمان مع بعض والفضل ليس امر تقدير هذا المجهود رجال الشرف في القناة تفعيل زر الجرس وزعل زر الكل حتى تكون من كل جديد تدعموني في نشر رقم المتطلع ان شاء الله وبرضه اعمل لايك وشير الفيديو تصل أكبر عدد ممكن للطلبة تستفيد من هذه الشروح التي أدعو الله عز وجل تكون لديكم ولهم إن شاء الله تعالى تقدم بإذن الله مواضيع تمنيت لكم جميعا بالتوفيق والنجاح الممكن بإذن الله
نبدأ دلوقتي الامتحان. بسم الله. Number one. It would be for us to continue. لنستمر the investigation في التحقيق. For a long time, فترة طويلة, without results, بدون نتائج. طبعا ده هيبقى pointless. Pointless ده ما فيش هدف يعني معين. نستمر فترة طويلة without results, pointless. مش عين بلا هدف. طبعا مش hopeful. مش مملوء بالأمل. ولا optimistic, متفائل. ولا harmless. قليل الضرر. أو غير ضار يعني. طبعا ده pointless. قاعدين نحقق ومفيش نتيجة. For long time. يبقى ده pointless يعني aimless. Number two, the tourists were amazed. ده شو in Karnak temple, معبد كارنك, as they stood in a 300 meter hall, قاعة بساحة 300 متر, with a stone حجرية ضخمة, supporting دعمة تستسلم السقف over their heads. وقروزين طبعا huge stone A, طبعا خولم زمدان حجرية ضخمة شايلة السقف اللي فيهم. دول مش باورز قوة, مش تاورز أبراج ولا بيكس قمم. طبعا كولمز شايلة السقف اللي فيهم أعمدة. تمام كده. تمام كولمز. Number three, when we went on a picnic near the river, رحنا فسحة جنب النهر, I out and listened to the sound of the rushing stream. سمعت صوت المية بتاعت دي المجرى المندفع والجاري. طبعا هو عمل ايه اوت؟ وصلت شد اوت, مدت شد اوت, مدت كده وسمعت صوت المية يمشي في السرين بتاعه في المجرى بتاعه. عايز في السرين شد رقم ايه؟ سكراتش اتخاذ اشياء سكراتش سبريد النشرة بيت التقطة. تمام سكراتش شد اوت, مدت وسمعت صوت المية تحت مني. Number four, many companies, شركات كثيرة, plans, خطط, to move their investments, تنقل استثماراتها, out of Russia, برا روسيا, because of the war, بسبب الحرب. طبعا, announced, أعلنت, أذاعت, إنها هتنقل استثمارات كلها خارج روسيا, تعقبا لها عشان الحرب. شنو فيتت اتغلط, والإنسبكت فتشت, ولا ديتاشت أعلنت دعائيا يعني. هي طبعا announced, أذاعت, أعلنت إذاعيا. نشر في الصحف. تمام. Number five, the United Nations ومتحدة asserts تؤكد that laws القوانين against racial العنصري must be strictly enforced. لازم تفعل بصرامة. تمام. نعمل لعبة نفعلها بصرامة, تشتغل يعني بصرامة. تمام كده. تمام. طيب يا ترى يبقى الحل ايه بتاعنا؟ The United Nations assured يعني أكدت laws against racial قوانين ضد العنصرية must be strictly enforced, دعم أو تفعل بصرامة. يبقى ده يعني racial prejudice. يبقى ده prejudice فكرينها تعصب عنصري. قوانين ضده ده بيه تفعل نفس بصرامة, مش فاهم. طب مش قيم, مش جالبس. وإزاز العدالة واليومينتي الليل. تمام. هي طبعا ريشل بجدس اللي هي قلنا اتفاقنا ذات بجدس يعني تعصب عنصري. ريشل بجدس تعصب عنصري. طب في ريشل ديسكريميناشن التمييز العنصري مش دعوة بيه. نمبر 6, information about middle mars كوكب المريخ, which were gathered and جمعت by the new telescopes, الجماعة التلسكوبات الجديدة الحديثة, will be by computers, سوف ايه سوف يا ترى؟ يلا شباب ولاد, will be processed, هتعالج وسط كمبيوتر. تمام. مش موبايلات هتعمل, ولا بشرايط تطلق, ولا بزر تربك أو تحيّر. هي بروسيس هتعالج باي الكمبيوتر بالله عليك, مش كده؟ تمام. good soil التربة الجيدة, most plants بتطور أو تنمي النباتات أو نمو النباتات. لما تطور نمو النباتات
The synonym of the verb promote, what verb promote ده هو is طبعا develop ينمي أو يطور. ده synonym بتاع verb promote. مش هندر مش يعوق ولا يكون فرياز أو يقهر ولا يلي يؤخر. Number 8, the Minister of Justice قضاة العدل عزيز الحديثة the first woman judge أول سيدة قاضية نيجي في مصر. طبعا دي installed ثبتت عندها أو تسلم تشتغل قاضية installed ثبتت في الشغل يعني مش فيكس برايس مش شغل ثابت. Hired وظفت denied فانكرت تمام. At the end of Wall Street ناتشالانا there's a green grocers في محل بقالة وظهر فاكهة يعني we usually buy our greens شنو هي الحضارة بتاعتنا. يبقى ده مكان يبقى ده وير تمام حيث طبعا ده يبقى هنا اسمه اسمه هو يبقى هوز هو يبقى قبل سبيس في عاقل بعدين في فعل يبقى هنا هو هنا غير عاقل يبقى هنا ويتش تمام ده مكان يبقى ده وير تمام. نمبر 10 سهلة سهلة جدا يعني حسن's big dream أكبر أحلامه is that he wants made by a big football coach ده كرة كبيرة يبقى يكتشف ولا يكتشف يبقى يكتشف. طب want كان ده إيه أساسا to مصدر طب مثلا المصدر عمله بس إزاي يبقى to be والتصريف التالت وصلنا الناس بقى شفتوا إزاي want كان بقى to مصدر طب عايزه باسف يبقى تبقى تصرف التالي. إذا عندي عندي اتنين ديسكفر عايز يكتشف عايز يكتشف واسم مدرب كبير أو خبير يبقى ده wants to be discovered لأنه اكتشف حد يكتشفه يعني تمام by a big football coach ده تو المصدر في الباسف يبقى تبقى تصرف التالي الجانب بينج والتصرف التالي الباسف مش كده تمام. نمبر 11 I need you to be one on time كيف الميعاد don't this time ما تهزنيش المره دي تعرف الميعاد بالظبط مش كده don't day don't let me down لا تهزني don't let me down need someone down يهزله يحرقه يعني send me all the way يطردني take me off يخلعني او تخلع الطائره put me off يأجلني او يأجل. نمبر 12 you feel like هل تشعر برغبة في there or shall we take a taxi a bus or the tubis feel like a انا كان باي اساسا طبعا جيرا feel like walking ده التعبير نفسه feel like ده وان كان بو جيرا feel like having some tea feel like walking عايز تمشى عايز تمشى feel like watching television عايز اتفرج على التلفزيون تمام في اللايك ده جنبه جيرند على طول في اللايك ووكينج دي انترفيور المفتاحن اسك بيسالني اف اي اني ثينج ايلس اي شيء اخر تو سي اباوت ماي بروبلم اول عن المشكله بتاعتي ها يبقى اسك مي اف اي طبعا هاد دي عشان ها اسك يبقى تاني باست مش فيوتشر ولا باست بيرفكت هو اللي دو يو هاف اف اي هاد ولا كود هاف But if I had anything else to say about my problem. Number 14, the picture, Stora, by Van Gogh in Holland, years ago in Sinin, has been recently found, وجدت حديثا in France, فرنسا. وصلت لي التي رسمها أو التي رسمت بوسط فان جوخ. ترسمت عن الوجه جنبها باسم. إني بيوصل في ما عنديش التعبير ده. وأنا عايز شهود عندي. طب بديل اتفاقنا هيكون ايه؟ انه هيكون تصريف تالت اللي هو painted تمام؟ يعني ايه؟ and picture which was painted which watch was painted يبقى تبدلها painted يبقى which جنبها باسف مش موجودة بدلتها تصريف تالت تمام؟ هو بقى جنبها مضارع مستمر بدلها ايه؟ ing فقط The man sitting and the man who is sitting, the man standing and the man who is standing. يا ده يا ده.
وجنبها مستمرة أو جيران بحر. تمام كده؟ تمام. نمبر 15، ناس حاجة أبوه يسألني في التعليق وأنا من هنا أرد عليه حاضر. أي حاجة عايزينها نقول في التعليق عليها. بخصوص الامتحان أو يعني. وسنتنس الكوريكت للتاكشن. أنهي واحدة فيهم يجرم بتاع مظبوط. آه يلا شباب. يا ترى ويز آلاء. ويز آلاء قصدي. هي هاز وركد إن ذا جاردن. ويز آلاء هي هاز وركينج إن ذا جاردن. ويز آلاء هي وركس إن ذا جاردن. ويز آلاء هي وركد إن ذا جاردن. يا ترى أنهي واحدة تبقى صح. يلا شباب. طبعا هي الحل بتاع الرقم دي. كانت شغالة في الحديقة. 16 I remember my father taking me to the zoo. فاكر أبوك بيقول على الحيوان. The best form is I remember عايز من taking me صح؟ بين قطعة الفتات باش شو بتيكن وقتك وقتك هذا بس I remember being taken to the zoo. تمام كده. تمام. نمبر 17 are put before and after the extracted words. المادة المنطقة بتتحط قبل منها وبعدها. يلا شباب. طبعا هي inverted commas لكن مباشر مباشر وصلة مقلوبة. المهنة على مادة التنصيص وعلى مادة التقييم. نمبر 18 which of the following uses parentless parentheses correctly. نوع هذا فيهم بستخدمها. يلا شباب. طبعا دي رقم دي. all of my life all 12 years has been in Aswan. number 19 both the paragraph and the essay. الاسي المقال والفقرة have فيهم اثنين مع بعض يعني مستهدفين حاجة معينة. هي رقم بي production وبادي conclusion مقدمة والموضوع نفسه والختم صوب الرفع واسي. تمام. number 20 the goal of this type of paragraph. هدف من هذا النوع من الرفات is to convince definitely another person شخص آخر to change and desire or at least على الأقل think about changing فوق التغيير there will be رأيه or something عن شيء ما. بعدين هو هيطلع المقالتين هايلين ماشي بالطبع هتبقى كونفينس تقنعه بديك برسويسف مقنعة مقنعية. تمام. نمبر 37 translation شوفها كده مع بعض. القطعة خلاص معمولة بالنسبة لنا إن شاء الله لو صح الاثنين يكون في المارك بإذن الله. ما يمشي حرف ناخد معنا الإيماني كله. تمام. نمبر 37 telling stories or listening to them is something implanted in our nature. الأخبار والقصص أو الإسماع لها شيء مزروع فينا أو من طبيعتنا. سرد القصة يعزز الخيال الكلمات بتاعت المستمع. تمام. يا ترى دي هتبقى رقم كام؟ يروين رواية القصص أو الإستماع إليها شيء منقول بطبيعتنا. طبعا مش منقول إن حكاية القصص أو الإستماع إليها شيء متوافق لفطرتنا في طبيعتنا. طبعا حكاية القصص أو الإستماع إليها شيء مزروع في طبيعتنا. تعزز رواية القصص خيال المستمع ونطق بشكل كبير. طبعا هي رقم سي هي الصح. نمبر 38 Egypt is always proud of its prominent women. تمام. Who have played undeniable roles in different fields. ورسالتها دي. يلا شباب. مثل في ورسالتها البارزات الذين لعبوا دور لا ينكر في مختلف المجالات.
تمام. يبقى دي الحل بتاعي يا ترى. طبعا دور مش دور رولز. نمبر بي، يلا بس دائما فخورة بزيادتها البارزة التي لعبنا دورها نتفكر مختلف المجالات. نمبر 39 تختلف أسباب تاني هذا السعادة من شخص لآخر، فالبعض يجدها في جمع المال ويجد منافسة الآخرين طالب على لحظات الفشل. يبقى causes of happiness differ from one person to another. Some find it in collecting money, others find it in helping others and overcoming moments of failure. تمام؟ تمام. يبقى الحل بتاعنا هيكون ايه ترى؟ 39 دين. يلا شباب بعد بعض كده تشوفوا مع بعض. التليفون تقول بقى الاثنين دول اي بي سي دي ما في سامي فين يا ترى؟ يلا زعلوني ساعتكم ربنا ان شاء الله وفقكم جميعا باذن الله في الامتحانات ان شاء الله. حد وصل؟ طبعا الحل بتاعها في المساء. حد يقول لي كده؟ ايوه. ها يلا شباب، هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا؟ اول عند رقم دي. The cause of happiness differ from one person to another. Some find it in collecting money. Others find it in helping others and overcoming moments of failure. Number 40. ليس من المعقول أن تنتقد كل شيء بدون أخذ أي خطوات إيجابية نحو التقدم. يبقى it's not reasonable to criticize everything without taking any positive steps towards progress. يلا شباب نمبر 40. يلا شباب ورد اي بي سي دي نعرف انه يلا سمح الله عايزين نحرك كده ما تتعبش. يلا شباب وفقكم الله جميعا ان شاء الله تنطلعوا باذن الله. يلا رجاله والحل رقم دي not reasonable to criticize everything without taking any positive steps towards progress. تمام كده؟ كده خلصنا الثاني بتاعنا. Thank you for listening to me. Wish you all the best of luck. فضلا وليس امرا تغيير هذا المجهود، تغيير الاشتراك في القناه، تفعيل زر الجرس، والنصح لكم كل هتصلك مني كل جديد حتى تدعموني في نشاطات متواضعه. مره اعمل لايك وشير الفيديو وتصل اكبر عدد ممكن من الطلبه. يسرنا نشكر حفلة أدعو الله عز وجل أن تكون في ذلك ولا إن شاء الله نقدم وقت الدعوات في الجميع النجاح والتوفيق الباب بإذن الله وجودنا بس الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.